أحمد، نذهب إلى الموضوع الثاني وحول صورة انتشرت للفنان المصري محمد رمضان، تظهر صورة أنه مع إسرائيليين، يعني أثارت جدلا. كيف تفاعل الفلسطينيون حيال هذه الصورة؟ نعم رانيا، يعني حتى الآن هناك تفاعل مع الصورة التي انتشرت ومع الأحداث التي تبعت هذه الصورة، لا سيما بأنها تأتي في ظل تطبيع عدد من الدول العربية كالإمارات، البحرين، السودان مع إسرائيل، تطبيع علاقاتها والتحالف معها، إضافة إلى هذه الموجة وزيارات نتنياهو لعدد من الدول العربية. نذكر منها التي كشف عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية بالأمس بأنه كان يوم الأحد الماضي في زيارة إلى السعودية، وهو ما نفته السعودية ولكن ذكرته وأكدته وسائل إعلام إسرائيلية. في مقابل هذه الموجه من التطبيع، هناك كان غضب فلسطيني على الصوره التي جمعت بمحمد الفنان المصري محمد رمضان باسرائيليين في مدينه دبي في دوله الامارات، وهناك من نظر وتناول هذا الموضوع من عده زوايا. فمثلا ميسون نظرت الى الجانب الايجابي من هذه القصه، حيث قالت ان الايجابيه اللي كان من وراء قصه محمد رمضان هي رده فعل المصريين المشرفه، يلي بتاكد لاي صهيوني ان هاي مصر ثقافه وتاريخ ونضال، مش الامارات يلي بتزيد وقاحتها يوم عن يوم. وهنا تقصد عبر ترحيب عدد من مواطنين عدد من هذه الدول بما قامت به دولهم من تطبيع، ولكن في مصر كانت ردة الفعل برفض التطبيع ورفض هذه الصورة أيضا. أما مراد قنداح فقال بأن الفنان المصري محمد رمضان يعلن إيقاف مسلسل القادم في شهر رمضان من قبل شركة الإنتاج بعد قرار النقابة بوقفه عن العمل بسبب تصويره مع شخصيات إسرائيلية، واستخدم وسم الشعوب حية. أما رولا أبو دحه فعبر صفحتها على الفيسبوك قالت بأن محمد رمضان ليس هو النموذج الحاضر للفنان المصري، ستظل ذاكرتنا مليئة بمواقف الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم عن فلسطين وأغانيهم حاضرة معنا في الميدان تقريبا. وهنا تشاركنا في قصة شخصية مع زوجها، تقريبا في العام 1980 كان وسام الرفيدي يقود جوقة الشيخ إمام في سرية رام الله الأولى، وكنا ننديه الشيخ وسام، حتى كنت حينها في الجوقة وفيها تعرفت على شرفت يا نيكسون بابا ويا فلسطينية وأغاني أخرى. وهنا تقصد عدد من الأغاني المصرية التي تناولت القضية الفلسطينية وتناولت أيضا القضية الفلسطينية من عدة زوايا وكانت داعمة لفلسطين ولشعبها. شكرا لك أحمد على